يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبي الكرامات محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلوات. سعادة محافظ محافظة بيشة الأستاذ سعيد بن ناصر الطلوب، ضيوفنا الكرام، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الأمسية الجميلة والتي نحتفل فيها بافتتاح فندق مرفأ المها للشقق الفندقية في بيشة، والذي يشرفنا في تدشينه سعادة محافظ محافظة بيشة الأستاذ سعيد بن ناصر الطلوب، شاكرا لكم تلبية الدعوة. إننا يا سعادة المحافظ بافتتاح هذه المنشأة في بيشة تضيف البوابة الاقتصادية درة جديدة لعقدها المضي بالإنجازات التي كونت في مجموعها مركزا اقتصاديا متميزا عنوانه بيشة أجمل عيشة، والذي أتمنى أن يكون هذا الشعار عنوانا دائما لكل نجاحات بيشة وأهلها. نحن اليوم يا سعادة المحافظ في مرفأ المها للشقق الفندقية نجتهد بأن نوفر بيئة عمل تتمايز فيها الخدمات بجودة عالية المستوى وذكية التطبيق، كما نتطلع أن نضيف إضافة نوعية مميزة في هذا المجال، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030. سعادة محافظ بيشة، إن رعايتكم لحفلنا هذا يعني لنا الشيء الكثير، فلكم منا الشكر الجزيل لدعمكم الدائم لمدينتنا الغالية بيشة، سائلين الله العلي القدير التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. لا 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 يا مرحبا بك يا المحافظ سعيد، الله يحييه، واللي حاضر في الافتتاح الجديد يقول اهل مطلق فهد بن حمد يستاهل الفزعة رفيق السعد، والضيفة والمضيوف منا وفينا دولا بن عمي ودولا أهلي. يا لا 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 دولا بن عمي ودولا أهلي. بسم الله الله يقهر الحاسدين. آمين. هذا مكان يبهج الناظرين، هذا مكان يبهج الناظرين، فناد قراحة وشيء جميل. ما شاء الله تبارك الله. وان جيت بوصفها ما له مثيل.
مرفى الماء والاسم يصفى البيان جنوب بشافي ما خط الأمان وهلا وسهلا يا المحافظ سعيد واللي حضر في الافتتاح الجديد يقول أهل مطلق فهد بن حمد يستاهل الفزعة رفيق السعد والضيف والمضيوف منا وفينا لا لا بني عمي ولا لا لي يا لا 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 أترككم الآن مع مشاركة الأخ علي بن سعيد بن معتمر بعطر الورد والريحان وكل كلمات الترحيب نقول لسعادة محافظة بيشة المحترم أهلا وسهلا بك وبكل من حضر معك نرحب بكم اليوم أجمل ترحيب ونقدم لكم أجمل معاني التقدير والامتنان على قدومكم وتشريفكم لنا في افتتاح مرفى المها في محافظة بيشة والذي نتشرف جميعا بتشريفكم وبتواجدكم بيننا اليوم فعلى الرحب والسعة وحياكم الله جميعا ويا مرحبا ترحيب تنشان هاشان ترحيب تنبهل الوفا والجمايل ترحيب تنتبقى على مر الأزمان مضمونها سلم الجدود الأوائل يا مرحبا والله يا حيا الضيوف اعداد ما تنشي مزون القنوف بسم الوفي فهد حمد بن عفتان المطلق الغالي الوفي بو سلطان وبسم اخوانه والقبيله عموك ربعه بني عمه تسد اللزوم وشكرا على حضوركم لافتتاح مجيكم بهجه لنا وانشراح يا مرحبا والله في مرفى المها اعداد وبل النازل من السماء انكرر الترحيب باسم الجميع يا اهل المناصب والمقام الرفيع شرفتنا يا محافظ ومحافظتنا وزيارتك تاج على رؤوسنا لا 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 مرفع المها للشقق الفندقية بأن تقدم درعا تذكاريا لسعادتكم بمناسبة الافتتاح يتشرف الأستاذ فهد بن حمد بن عفتان بتقديمه لكم بن حمد بن عفتان بتقديم هدية تذكارية للشاعر نجم الله النبي
كلها تصميم واحد وكلها لباسم واحد. ومصمم هذا التصميم انت نفسك؟ نعم اي والله. اللوجو الخاص لمرفأ الماء لتبقى ذكرى معكم طال عمرك. الله يحفظك. الله يا ابو ناصر عندنا خطه عمل تضمن استمراريه المده الزمنيه قادمه كبيره. هذا العمل وهذه الجوده يجب عليك ان محاضرتها المحاضره عليها. نصيحه قاضيه ابو ناصر. وتعرف الخدمه البندقيه تعكس حتى الزوار لما يجون هذا المكان يعرفون.